السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا أبناء الوطن العربي الجميل في كل مكان في العالم في شابتر جديد ودرس جديد من دروس الفلويد ميكانكس. وكلامنا النهاردة عن الانتجرال فورمز اوف ذا فاندامنتال لوز. الأول نفتكر شوية حاجات كده سابقة. كنا قلنا إن الفلو ريت اللي بنسميه أحيانا ديستشارج، وبنرمز له بالرمز كيو، كنا بنقول ان هو بيساوي A في ال V. كنا بنكتب احيانا كده ان ال A واحد في ال V واحد، يعني عندنا بايب زاد القطر بتاعه او قل، حصل له ريديوسنج. فال A في الاول مع السرعة بتساوي A اتنين في V اتنين. النهاردة عايزين نأكد على معلومة ان ده فقط لما يكون constant density، لكن لو اختلف density بنتكلم عن conservation. يبقى ده اول لو في الشابتر of mass flux، واللي هنرمز له بالرمز m dot اللي هو رو في الكيو، يعني نفس ده بس هنحط له رو. يبقى الام دوت اللي هي ثابتة بتساوي رو 1 في اي 1 في في 1 يساوي رو 2 اي 2 في 2. وساعتها هنقول ان فاريابل رو او different row. طيب خدنا الماس فلكس، نزود بقى عليها شوية ونقول ان في عندنا قانون نيوتن الثاني بيقول ان سيجما الفورس بتساوي، احنا عارفين الام ايه شغل الفلويد، هنقول ام دوت في الفي النهائية ناقص الفي الابتدائية. ما هو عبارة عن الفورس عبارة عن ماس في اكسلريشن، وده عبارة عن ايه؟ ماس على السكند، وحدة الام دوت كيلو جرام بير سكند. فلو حطينا السكند هنا، سيبنا الماس حطينا السكند هنا، هيبقى كيلو جرام في ماس على السكند، الفورس على السكند، يبقى اكسلريشن. سيجما الفورس بتساوي ام دوت في في 2 ناقص في 1، او ممكن بقى نكتبها باي شكل. ام دوت ممكن تكتبها بالمنظر ده، او يعني تكتبها رو في كيو في في اتنين او دلتا في، يعني او تكتبها بنفس الطريقة دي. طب لو جبنا الفورس وعايزين نجيب الباور، عارفين ان الباور بيساوي الاف في الفي، طبعا الـ V average أو الـ V constant. لو بيسألني يعني خلينا نقول V at certain velocity، يعني لو بنتكلم على الباور المطلوبة عند سرعة 20 25 30، نحسب الفورس ونضربها في السرعة المطلوبة. طبعا لو زادت الباور بيزيد معاه، لو قلت وهكذا. طيب عموما الباور المطلوبة بواسطة البامب بتساوي الام دوت في الجي في الاتش اللي بيدهوني الباور. مثلا عندي ريزرفوار برفع فيه مية، بتغلب على لوسس، بتغلب على فرق بريشر، على الافشنسي، لان البامب ما بتكونش 100% افشنت، مثلا 90 85 70، فبقسم على الافشن. بعكس التربن اللي باخد منها الباور بتكون ام دوت في جي في الاتش تربن، المرة اضربها في الايتا، يعني اللي اخده يقل لكن المطلوب يكون اكثر عشان اقدر اخد اللي انا عايزه. طب ظهر اتش بي واتش تربن، طبعا الام دوت ممكن المها، لو قلنا الام دوت عبارة عن رو في كيو،
طب طالما رو في كيو، ألم الرو مع الجي تبقى جاما كيو اتش بي على الافشنسي. نفس الشيء هنا جاما كيو بس اتش تربن في الافشنسي. طيب الاثنين دول هيظهروا في معادله برنولز ايكويشن. بتقول ايه برنولز ايكويشن؟ الاول هكتب ان في عندنا حاجه اسمها اتش لوس بتساوي الكي، وده ثابت هنشوفه كتير بعد شويه، على 2 جي. هستخدم الاتش لوس هنعبر عن كل حاجه بهايت، يعني البريشر بنعبر عنه بهايت اللي هو بريشر على الجاما، السرعه تربيع على 2 جي عباره عن ارتفاع، الزد عباره عن ارتفاع، ونفس الشيء الاتش باور الاتش بامب والاتش تيربن والاتش لوس. تعالوا نكتب برنولز ايكويشن في صيغتها الكامله. احنا عندنا الفي واحد تربيع على 2 جي، دي كايناتيك انرجي. البريشر انرجي عباره عن بي واحد على جاما، طبعا جاما ووتر جاما اير على حسب الفلود اللي عندنا، زائد الزد واحد ده بيعبر عن ارتفاع، عندي ميه لفوق ميه لتحت على حسب او الفلويد هرفعه من الى، زائد لازم اديها اتش باور علشان في الاخر طبعا ممكن وممكن يكون دول كافيين، يعني تديني في 2 تربيع على 2 جي و بي 2 على جاما الفلويد زائد الزد 2 زائد اتش تربل، وما ننساش ان هيحصل شويه لوسس. المعادلة دي هنستخدمها كتير. ولاحظ مثلا حاجة زي هنا متر تربيع على السكن تربيع، هنا متر على السكن تربيع، قلت بقى متر، هنا مثلا متر متر. البريشر عبارة عن نيوتن أو كيلو جرام متر على السكن تربيع على المتر تربيع، لان هو عباره عن ايه؟ عباره عن نيوتن على متر تربيع، والجاما عباره عن، او خلينا نقول هنا نيوتن على المتر تربيع، وهنا نيوتن على المتر تكعيب، فالباقي ايه؟ نيوتن راح مع نيوتن، متر تكعيب تطلع فوق، متر تربيع تنزل تحت يتبقى متر. هنا قلنا متر تربيع على السكند تربيع على متر على السكند تربيع يتبقى متر، هنا متر هنا متر وهكذا هناك. يبقى احنا هنعبر كل ترم في المعادلة معبر عنه، او نعبر عنه احسن، عبر عنه بارتفاع بالمتر. تعالوا نشوف مجموعة مسائل قبل ما نزود شوية في الشابتر بعض المفاهيم الأخرى، ولكن دي الأساسية. نشوف مجموعة مسائل كتيرة كتطبيقات عليه.